تفضلي. السلام عليكم، معكم صريحة الجديد، مسيرة التعاونية ديال متونة التنمية المنتجة المحلية. هنا التعاونية ديالنا تأسست في 2017 وكنشتغلوا على التنمية المنتجة المحلية اللي هو اللوز والكركاع والتبزيرة والقهوة التبناتية والكسكس والمشتقات ديالو. احنا فرحانين بهذه المشاركة ديالنا في هذا المعرض، وبالنسبة لنا ما كرهناش تبقى تكرر هذه المعارض هذو، لأن كيعاونونا في التسويق وكيعاونونا باش نشوفوا ناس أخرين وناخذوا دي كونتاكت ديال ناس أخرين. كذا كنتعلموا بزاف المسائل. دونك الناس اللي منظمين هذه المعارض كنشكرهم، من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ولا دار الزعفران، ونشكروا كاع الساهرين اللي نظموا هذا المهرجان، ونتمنوا ان شاء الله ما تكونش اخر مره. شكرا. بالنسبه للتعاون ديالكم، شحال من متعاونه اللي خدامه تماك معكم؟ بالنسبه للتعاون ديالنا كيشتغلوا معنا تقريبا ما بين 15 حتى 40 نساء ديال المنطقه، على حسب لي كوموند وعلى حسب المواسم. شنو هي الاهميه ديال هاد التعاونيه يعني بالنسبه للحياه ديال النساء اللي تيشتغلوا معكم؟ بالنسبه للتعاونيه ديالنا، هي كتشتغل مع الفئه الهشه من النساء، وبالضبط مع النساء الارامل واللي الدخل ذوي الدخل المحدود. فالتعاونيه ديالنا الحمد لله تقريبا ولات دارت واحد الخلق ديال الانشطه المديره للدخل في المنطقه ديالنا، وكذا التعريف ديال المنتوج ديال المحلي ديالنا ديال دمنات اللي كان كيخرج بدون هويه. وبالنسبه للمجالات ديال التسويق، يعني فين بلاصه كتسوق انتم هذه المنتوج ديالكم؟ ديال التسويق اول بلاصه كنسوقوا فيها هي دار الزعفران ديال ازيلال. نشكر سيد العام اللي سهر على هاد نقطه البيع ديال ازيلال، وكذا نقطه البيع اللي كاينه في اوزوط. الحمد لله تحت لينا باش ان المنتوجات ديالنا يبانوا في السوق، لا المحلي ولا الاقليمي ولا الوطني. فهذه بادره طيبه، ونتمنوا انه يكونوا نقاط بيع في مناطق اخرى باش نعرفوا على المنتوجات ديال المنطقه ديالنا. وكاينين اسواق اخرين بالنسبه للاقليم كنسوقوا في هذه النقاط. شكرا، بارك الله فيك.